السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت أريد إتمام موضوع تاع ويحيى هذاك الكذب هذاك ويحيى اللي قال لهم في المحاكمة تاعو في المرافعة تاعو كان تكلم وقال في نفس الموضوع إنه هذه كانت سبائك ذهب هذيك اللي كانت تدخلوا لينقضوا هذوك سيتي دي كادو من الإمارات هذو. أنا نريد توضيح بعض الأشياء يفو دوني كيما يقول لك دوني لي شوز نعطيها قيمة كلام اللي قالوا. هو ما عندوش قيمة لكن الكلام اللي قالوه فيه أسرار وخبايا هو قاصدها بها كذلك. لكن أولا نريد يعني تعرية هذا الإنسان وطريقة كذبه ونفس الوقت لماذا يلمح لماذا كما نقول احنا شراه يشري كما نقول احنا بالوهراني شراه يشري شيء حاوس يوري او شيء حاوس يهدد عن جن نصلها لكم. هو حكم هذا الانسان من لي زاني 95 حتى 98 يعني مدة ثلاث سنين وزاد حكم من سنة 2004 حتى 2006 يعني سنتين ومن سنة 2008 حتى 2012 أربع سنين حكمها كذلك كوزير أولى ومن 2017 حتى 2019 يعني سنتين وقت أخرين المجموع 11 سنة كان وزير أول يعني في نفس المكان اللي خرج منه. لكن نقول من سنة 1995 حتى 1998 نقولوا احنا سيدي كان دخل جديد وطنك وزير اول هذاك ما كانش عنده الوقت يسرق حتى الاموال كانت قليلة في الجزائر لازم نعرفوها كانت شوية قليلة لكن ما كانش عنده حتى معارف يعني قوية مع الامارات لانه هو ولدو كل شيء لزاني 95 وهذا اللي دار شركة في الامارات تو هذا باش نقول لكم على الذهب نفهمكم ملاح. الوغ في حياته نقولوا احنا قبض بيرومي مينيس بور 11 لكن هذا في السنين الاولى ما كانش عنده علاقات قوية وخاصة في السيستم تاع الذهب هذا كي راهي تسرقته نقولوا احنا ما كانش. لكن من 1999 ما جي بوتفليقة حتى 2019 يعني كان موجود يعني جاء راس السرقة اللي هو بوتفليقة جاء الحكم وكان ليه ديجا علاقات مع الامارات لانه كان مستشار هناك. نحاول نلصق لكم كيما نقولوا احنا السلسلة لي نوت تاع السلسلة هاوسن. الوغ كي جا الحكم بوتفليقة جاب ويحيى باش يعاونو في المهمة كي جابو بوتفليقة هذا ويحيى لقى حياة طايبة كيما نقولو حياة طريبية مع بوتفليقة غادي تمشي لها بيان. بدا يسرق خاصة لما يجي في مرحلة فيها التيروريزم وفيها اللي هما صانعينه لكن هذيك المرحلة قلوا احنا كان بدأ فيها اللعب تاع الجنرات خاصة في وقت بالخير والعماري وهذوك اللي بقاوا مع يلعبوا مع بوتفليقة هذوك كاع كان عندهم علاقات مع فرنسا مع الامارات كانوا يسرقوا في الذهب بكثرة يعني لأنه فساد الحق الطاب تاعه مع بوتفليقة كان رب السرقة. الو بدا يلعب فيه فاني بدا يدي في الذهب لكن نجيبوها من هذاك مشي كاع من ذاك الوقت لكن نرجعوا احنا نقولوا عنده في كل 11 سنة هذه اللي حكمها انا نعطيكم 8 سنين سرق فيها ولا يدي في الذهب يدي في الذهب. الوغ باش يلحق 60 كيلو لازم في 8 سنين هذيك اللي يحكم فيها كان لازم هذا الاماراتيين يجوا 7.5 مرات في السنة نقول 7.5 نقولهم يا سيدي 7 مرات في السنة
وهي المفروض تقريبا 8 مرات، لكن نقولوا 7 نقولوا 7.5 ما نجموش يجوا يقعدوا في النص. الوغ 7 مرات لازم يجوا في السنه، وكل مره يجيبوا له باغ اكزومبل ذهب مع كيلو وكلك شوز كومسا باش يدير هذا 35 مليار. الوغ هما ما كانش يجيبوا 7 مرات في السنه، كانوا يجون ظن أغلب الوقت كانوا يجون مرة مرتين، ولو كان نضربهم على فمن سنين حتى لو تكون مرتين في السنة يا سيدي ويجوك انت ديركت، ما يروحوش لتونس ما يروحوش المغرب. المغرب عندهم بلوس دو 45 هكتار تاعهم يصيدوا فيها. ألغ نقولوا احنا وغير الزاو اللاو وهناك، لكن في كيجو في الجزائر ما اكسون 7 خطرات في العام، المدة 8 سنين تعطينا 60، 7.5 مرات على 8 تعطيك 60، يعني 60 مرة باش تلحق 60 كيلو. هذا غير نقولو هنا كيلو 60 كيلو 7 خطرات في العام يجو هذو، ويجوك غير انت وكاع الباندية اللي معاك، الباندية اللي معاك اللي هما لي جينيرال كاع يرفضو وانت تدي هذاك الذهب. يفوك ساسوا كومسا اوترومون يعطو كل جينيرال يعطوه كيلو، لكن انتم كلكم كان يعطيكم. انا نقول لكم على كلكم كنت تاخذ الذهب وكي شغل سيتي بور لي زيماريس لي زيمارير زيماراتي هادو عندهم كي شغل اون شونس باش يجوا مرات اثنين في الجزائر، يتفتح لهم كل البيبان يغاسبي يتشين نوز انيمو سون بيتي، لكن و ميم طون تاوعنا يستعملوه كذلك لايصال الحاجات تاعهم، لان الذهب كيتسرق سو فورم دو بيبيت كيما حنا جولد ناجت، يعني يجي طراف مفتين صغار كي هكا كي يلقطوهم في الصحراء يلقطوهم يسرقوهم من تامر راسات وكلك شوز كومسا، تروح البوفاريك وبوفاريك تروح الطيارة ترفد الذهب وتروح لي جينيرو هذ المسؤولين تو كل واحد يدي لابار تاع بصح لي جينيرو ياكلوا فيها بزاف، يروحوا يدوا يحطوا الذهب تاعهم فما بصح ما يحطوش في التيت، يدوه وين يتم تذويبه يعني ويصنعوه دي لانغو. دي لانغو دو 24 كار، الذهب تاعنا 24 كار لازم يعرفوا الجزائري، يعني من اجود الذهب في العالم 24 كار. الوغ هذوك كي يجوا جايين نقول لها جيب لي معك، هما تفاهمين تليفون يدو قال جيب لي لانغو هذاك، اصلا اللانغو هذاك كي جيبه جيبها لي على اساس انه هديه هي ماشي غير لانغو بوكو تشوز بوكو سكي كاش. هذا الناس اللي صوالح لهم خاصين بالملاير وملاير الدولارات يجيب له هذاك اللانغو يقول له غير قول لي كادو قول ان كادو هيا هذاك قال عطا هديه سكة تحديد قلت لك تذهب أعطاها ويحيى الله يجعل يعطيها لحديد يذبح به ما فيش قال أعطاها لها، وهي سامة سايا هي محاولة بلونشيسمون تبييض المسروق. هو المسروق جزائري تحول إلى الإمارات وتحول إلى سباكي كهذيك الذهبية دي لانغو دوغ وعاود دخل باسكو ويحيى كوطون اوطون كادو شي كي يجي بها الجزائر تقلع علاش وما كاري هو ماشي الجزائر المفروض يكون تاع الجزائر، لكن هو باندي في باندي وكل واحد يجي هذاك بطن هذيك الطريقة يديه يدخلها سكوير ما ينجمش يبيعها في البنكة لأنه اللي تي ليغال ماهوش ليغال ماهوش رزقو كي شغل مسروق. وحتى ولا يعطيه في البنكة تعطيه بسعر يعني رخيص، هو اش يدير ستاني سكوت ستان سالو توت سافي اللي تي سالو ان باتا يروح يبيعو في السكوير. في السكوير كيس كي فافير سكوير يفا فير بوكو دارجون او ميم طون يشري دوفيس يشري نيمبورت كوا افيك باسكو علاه يل فا بوسوان يشري دي شوز اون اوروب باغ اكزومبل يشري ان ابارتمون يشري في اسبانيا لانه هذاك السيد عنده في كل مكان كذلك ما يجوش يكذبوا عليكم هو ولي جينيرو تاع المخابرات كلهم
كلهم ولاد ولاد حرام يروحوا يشرو افيك لاغشون ايزون بلونشي لاغشون ولا ديفيز دروك ديفيز تحط فيهم بنك يخرجوه بالفاليزا نورمال ديزايوبو يخرج من يخرج من دار البيضاء ولا دير نيمبورت كيل ايربورت وسيرتو كان يستعملوا طائرة تاع الرئاسة يعني من بوفاريك روح وين تبغي الوغ هذو الباندية يروحوا يشرو صوالح يقضوا به سيت ان جور دو بلونشيسمون الذهب شوف تاع الجزائر سرق روح الامارات والامارات سي ترانسفورمي ولا دي لينغو ولا حلال لانه ولا هدايا وهدايا وين تروح تروح لبوتفليقة ويحيى وكاع كلاب هذا هذا شو كو جو فولي دير ا بروبو يعني ما لبوش بصح لا 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 شوز اوسي كي فو فير سي ان il a voulu qui sur le il hedet en même temps il hadhar en même temps il dit لهم j'ai des choses j'ai beaucoup de choses peut-être plus que ça غير الذهب اللي راه يتسرق من الجزائر يا انتما يا لي جينور انا يعني نتحاكم je parle de moi-même راه يقول لهم mais je sais beaucoup de choses فيما يخص الذهب والأشياء هذه الغالية يعني اللي هي يعني هما يموتوا عليها يموتوا عليها وباقيين في الحكم عليها على ذاك الشيء ما ينجموش تحركوه أنا توجور دي هذا الناس لازم يتقلعوا كي المسمار تقلعوا من الخشبة تقلعوا ما ينجمش أدخلهم ما يبغيش يخرج دافي دافي وعجبه التفاف في اللوحة لاسك ما حويش تحرك بس كله انت تجوك لي لينغو دور لينغو دور تبيضهم بلانشيسمون تقول الاماراتيين باسكو الاماراتيين ما عندهمش ذهب نون با جيزمون دور ولا الجيريان زودوك فاني حاجه سي ويحيى ذهب ذهب اللي ما زادش في الخزينه تاع الدوله لمده 20 سنه انت كنت في هنا كنت حاكم حكمت مع بوتفليقه كل هذا المده تقريبا الوغ هنا نهضروا الجزائر يزيد عندها 23 كيلو مدة 20 سنة هذا هو اللي تزاد يعني يقول لك هذا اللي زعما لقيناه وحطيناه في الخزينة 23 كيلو ذهب الوغ فرنسا اللي ما عندها اوكان جيزمون اوكان جيزمون دور حتى المين دور زادت 2 طن 2 طن اونور C'est pour cela que ce monsieur Ouyahia Hada, il monte à la France. Il monte à la France. Ou au bout de Flika, il monte à la France. Le Fayh, le général Fayh, il monte à l'Ihom Fizouj. Ou Zabtez, l'Emarat Zouj, et bien. Alors, c'est un nez. Mais tu cloches. D'ici le lendemain, il y a ce qu'on fait, ou les deux, comme tu chéris, il y a ce qu'on fait. Ou les haram, ils gardent ou les haram. Ils ne changeront jamais. فوق الشعب يتنظم تحت إدارة سيران ويعرف مصلحته إنه ما عادش فيه وقت المخابرات تتحكم في الجزائر مخابرات إذا كانت فاسدة وما تخدمش الجزائر فهي فاسدة ومدة 20 سنة هذه اللي فاتت أو أكثر ما يزيد عن ذلك هي فاسدة حتى هذا توفيق هذا لا يقال عنه إنه كل مجاهد ما تكذبوش إذا تقولوا عنده ما بتشين اللي شاهدوا بتشين محمد محمد مات وما عرفناش الظروف اللي مات فيها لكن ما نقدروش نحكموا عليه نقدروا نقولوا انه مجاهد لكن نقولوا انه توفيق كان بجانبه لما مات مسيو بتشين محمد انت كجنرال خرجت في التسعينات ورفضت واستقلت استقلت لك انه كان فيها خبيث اسمه توفيق ممكن ادعى انه كان صاحب خوك ممكن هو اللي قتله هذا اللي لازم تعرفه ممكن هو اللي قتل بتشين احمد شراكش نيافي با تيموا غير هو وياه وكانت صفيه كل عقادة وكل الناس اللي كانت تخدم في الجزائر ومواطنين وكانوا ثوار قتلوهم الخوانه وخاصه اللي كانوا شرفاء تقتلوا ومن القتلة توفيق
توفيق سيتي غدار اخرهم مقدر غدر الشعب اخرهم مقدر غدر رئيس بوذياف ابو الثوره. الو هذا عبود هشام عبود بليز ما تهضرش على صوالح اللي تبغي تلعب بهم ترانجي بهم وضعيتك لانه هذا توفيق عاد عاد المكانه باسكو لا ريفوني او بوفوار او كلك شوز كوم سا تبغي تمسح الصوره هذيك تمسح الصوره جيب لي 10 شهود انه كان مجاهد 10 شهود مش شرفاء ماشي مخبثة باش تقول عليه انه كان مجاهد. الجهاد انسان مجاهد لو لازم تعرفوا حاجه انسان كي يكون مجاهد حقيقه لهذيك النخوة تاع محبة الشعب لأنه هذا اللي جاهد من أجل وطنه ومن أجل الشعب عمره 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 ما يأذي الشعب ما يأذي الشعب اللي جاهد على خاطره جاهد باش يحرك يأذيك لا لكن الخائن السفاح المتآمر على الجزائر اللي صنعته فرنسا يقتل الجزائري وهذا ما فعل توفيق. أي برك أنا حبسونا من هذا الإنسان هذا اللي راه عنده 80 سنة أو 90 سنة لكن يبقى سفاح وقتال ما تقولوا عليه مجاهد. مسيو هشام عبود في مراك شت لدي بيان أوترومون نخربب فيك نخربب فيك ونخربب في ماضيك وماضيك حتى جدودك. هذا ما كنت أريد القول في هذا الموضوع هذا ما كنت أريد القول في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.